شكون شنو اختصاصه؟ احنا المصنع بتاعنا تأسس في تونس عام 1974 اللي هو من عام 56 في المانيا على يد المؤسس بتاعه مالك الشخصي اللي شاري العائليه. تأسست عام 56 من فريتس دراكسلماير سينيور من الاب فريتس دراكسلماير وتطور شركه يقودها ولده فريتس دراكسلماير يونغ. عندكم الفرع في العالم في العالم عن فوق 46 فرع في تونس عن أربع فروع اللي هي DraxlMaier ميتس اللي هي سيدي عبد الحميد سوسة DraxlMaier وادي اس اللي هي سيدي سوسة DraxlMaier جم DraxlMaier سيدي في تونس الكل فما 9500 فرع DraxlMaier وان شاء الله مرشحين باش نزيدوا في 2020 ونوصلوا فوق 14000 مع افتتاح مصنع جديد اللي هو مصنع جمال اللي مش يضم اكثر من ما بين 3500 و5000. ربما كانت متمناش نجم تقول لنا نجاح استثماركم في بلادنا وشنو هي النقائص وعدد الايجابيات؟ مدى نجاح استثماركم في البلاد؟ ما هي النقائص وما هي الايجابيات؟ احنا شركه تطلعوا اكسبورت خارج هي شركة عالمية نستثمر الأموال بتاع نستثمر في يد العمل التونسية لكن ما نفيدوش تونس بالمنتوج بتاعنا ديريكت يطلع على الاسبور لألمانيا ويركب في الكرة. شنو نفيدو البلاد بتاعنا؟ نفيدوها بيد العمل بالتكنولوجيا جديدة بالإنفورماسيون بالإعانة في نطاق تحسين سوفوار فير في تونس. ربما نجم تعطينا قيمة تقريبية لعدد العمال في مصنعكم وقدر عدد السيارات في اسطولكم الداخلي. سؤال لازم نرجع للسجلات 860 عامل ما بين اطارات وعمل في المعمل هذا اللي هم مختصين في انتاج قطاع سيارات الداخل انتريور الموتور وعندنا 3200 في الميتس اللي هم مختصين في اطار وعمل صناعة أكواب السيارات التشغيلية في السوق الإيطالي كيف في سيليانا وفي جم أقل شوية تقريبا في 800 دور. هذوما أسطول السيارات بتاعنا عن المديرية كل عنده زودياكات اللي أقل من سمو الديريكتور عنده دي جولف الديريكتور جنرال عنده إكس 5 ونتصور السيارات اللي يهزوا بهم سبير. ثم احنا عندنا البارتنر فوكس فاجن البارتنر بتاعنا تعطينا ترونسبورتر ثم 24 كهرباء ترونسبورتر والعمل نخدم على الكيران نجيبوا العمل الجمعي للخدمه على الكيران. الكيران متعاقدين مع شركه تي تي اس والاس تي اس هما اللي موفرين الكيران فوق 70 كار في جميع المؤسسات. نجم تقول لك ثم يوم احتفال تاسيس الفرق في البلاد ثم برشا احتفالات سيرتو عندنا يوم العامل عندنا DraxlMaier داي يوم نحتفل فيه بالمؤسسة ونحتفل بالعمال الجميعين. ثم برشا احتفالات نعملهم يوم DraxlMaier باش نحصلوا مناخ نشوف على المناخ العمل بتاعنا في وسط مصر. استراتيجية الحماية مسؤول عليها كان زميلي هنا ينجم يعطيكم فكرة أوضح. أيوة هو اللي ينجم يعطيكم فكرة أوضح على الحماية معنا أسلوب متطور. شكرا لاستقبالكم وموافقة لاستكشاف تقنياتكم العصرية في البيش. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم. يعيشك بارك الله فيك.